السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم ديتكم بجولة لمحلات الحنظلة. كما راكم تشوفوا يعني أواني رائعة، أواني يعني فاخرة، والأسعار معقولة. كما راكم تشوفوا هنا أطقم القهوة ب680 ألف، كذلك صحون الحلوى الكبير ب150 والصغير ب80. يعني وش نحكي لكم، الصورة تعبر عن نفسها. يعني 680 ألف بالنسبة لأطقم القهوة، 650 بالنسبة للأخضر. هنايا بالنسبة لهذو الصواني الخاصين بالحلوى، هنا راهم ب320 ألف. كاين ثلاثة، الكبير والمتوسط والصغير، صراحة عجبوني بزاف. بالنسبة للصواني كما راكم تشوفوا يعني أسعارهم يعني ما شاء الله، هناك 110 ألف، وكذلك هنا يعني وش نحكي لكم، هنا 110 ألف. يعني أشكالهم يعني رائعة. كذلك هنا كما راكم تشوفوا اللي تعمل قهوة، هنا أشكال وأنواع، يعني ما عندي ما نحكي لكم. هنا دي بيتخا، هنا المقالي الكهربائية، كل شيء متوفر. هنا صح، هنا أيضا هذا الشكل ب50 ألف. يعني أشكال متنوعة للشهر الفاضل ب50 ألف. كاين اللي كاين يعني أنواع وأشكال، صراحة عجبوني بزاف بزاف. أنا ما شريتش لأنه مازال يعني رحت فقط يعني شفت، شريت بعض الأشياء البسيطة. هذا الصحون يعني الخاصين بتقدروا تحطوا فيهم زيتون ولا أي شيء. هادو اللي غامكا اللي يدخلوا للفرن ب12 ألف للواحد. يعني حاولت اني نقدم لكم يعني بعض ما يوجد في المحل. هنايا كاين هادو الفناجل الخاصين بالشاي، هنا ب60 ألف، صراحة عجبوني. بالنسبة لعلبة الملاعق هذه او يعني العلبة الخاصة بالمطبخ ب280 ألف. كذلك هذا الصحن الخاص بالمكسرات عجبني بزاف بزاف، هذا راه ب100 ألف. يعني فيه نوعين، فيه هذا النوع، نوع الورقة، وأيضا فيه نوع آخر اللي هو القلب. كما راكم تشوفوا قلوب يعني ما شاء الله، أنا صراحة عجبوني. هنا لرمضان ممكن أنكم توضعوهم أيضا للمناسبات، يجيكم ضيوف. يعني أشكال هذه النوع تاني من الملاعق. بالنسبة للمشتريات إن شاء الله نتقاسم معكم فيديو بعد هذا. إذا كان عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناة، وانتظروا الفيديو اللي بعده يعني مشترياتي بكل التفاصيل. تحياتي لكم، نشكركم بزاف بزاف على المتابعة. ما تنساوش الاشتراك في القناة ودعمي، وأكيد البرتاج مع الناس اللي تحبوهم. وكل عام وأنتم بخير، ينعاد علينا إن شاء الله بالصحة والهنا. تحياتي لكم والسلام عليكم.